حتى الظهور. سرارك يجد في المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. حسينيون حتى الظهور، وهذه الحشود المليونية التي انطلقت من أقصى البحر متجهة إلى كربلاء الحسين، كربلاء الإباء، كربلاء التضحية والفداء، متجهة بهذا الطريق بكل ما يحمل، بكل ما يحمل من عبرات وعبر، بكل ما يحمل من مبادئ وقيم. هذا المسير المليوني شيبا وشبابا ورجالا ونساء وأطفالا اتجهوا بكل عشق وبكل محبة نحو الحسين عليه السلام، من أجل أن يقولوا للطغيان كلا، ومن أجل أن يقولوا للعالم بأننا هنا موجودون منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نردد هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. الآن ونحن في هذه المنطقة الكريمة، منطقة الرميثة، وهذا الجسر، جسر الرميثة، يستقبل الآلاف من الزوار السائرين على الأقدام من كل المحافظات الجنوبية، من البصرة، من الفاو، من ذي قار الناصرية، ومن مدينة ميسان، وكذلك من مدينة السماوة. انطلقوا الآن وهم بضيافة أبناء مدينة الرميثة، هذه المدينة المعطاء، هذه المدينة التي رحبت بالزائرين، فتحت بيوتها، مواكبها، خدماتها، كل ما موجود الآن من أجل خدمة زوار أبي عبد الله الحسين. أيضا نلتقي بهذا الزائر وبهذا الحاج، وبهذا الحاج. السلام عليكم ماجور. عليك السلام، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل. برنامجنا عبر قناة الأيام الفضائية، حسينيون حتى الظهور. حياكم. كيف تنظر إلى هذه المسيرة المليونية، مسيرة أنصار ومحبي وعشاق الإمام الحسين من كل هذه المحافظات إلى كربلاء المقدس؟ أكيد، يعني إحنا كل سنة، مو هاي أول سنة، كل سنة جاي نشوف الموضوع بتزايد، والحالة رسالة، رسالة للعالم. نحن خاصة يعني العراقيين الموالين شيعة أبا الحسن علي عليه السلام وشيعة الحسين عليه السلام، نحن ليس آخذين بعاتقنا أنصار الحسين، لا، بل ولدنا إحنا هكذا حسينيون، 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 حسينيون حتى الظهور إن شاء الله. ماذا عبرت لك هذه المسيرة، وكيف تنظر إلى مبدأ وتضحية الإمام الحسين وأنت تسير إليه؟ هذا الطريق طريق المدرسة أسمي. نعم. إنه مدرسة يزج فينا ويزقنا العلم. نعم. وكيف نكون أحرار، وكيف أن لا نقبل نعيش بالذل. نعم. وندرب أولادنا وأنفسنا على هذا الطريق إلى يوم يبعثون. الخدمات شلون؟ الخدمات بصراحة يعني تزايد، يعني ماكو كل تقصير. نعم. العالم تبذل كل ما بوسعها. أنا شاهدت شخصيا 2000 راس غنم. نعم. من المواشي، من شخص من السماوة. الكرم العراقي لكل الصرف. نعم. الصرف بدون نقول عليه بدون وجع قلب، يعني هناك كرم عراقي لا يضاهي كرم بالعالم للإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين وهو كدين، يعني اللي خلينا نحكيها بالعامية، اللي يصرف 1000 يجي مليون من الله. من يا منطقة؟ من يا محافظة؟ هذا من محافظة ذي قار. من ذي قار إن شاء الله. ذي قار الصمود إن شاء الله، إن شاء الله، والفداء والولاء والمحبة للإمام الحسين إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. من البحر إلى النحر، من البحر إلى النحر. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. نلتقي أيضا بالحاج. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. نعم. وإلى أبي الفضل عباس قطيع الكفين. يقول اكتفى جبريل من عباس موجود، وصار الكون بيده اليوم مقيود، طبق كربلاء بكفين وزنود، وخلى الدنيا مطوية بيمينه. أرد عاتب كربلاء على ضيوفها، ليش ويا أهل المجد معروفة، ومن صرخ عباس بيها وجالها تقول سيل وحدر من جبالها. نادى جبرائيل من سابع سمه،
نادى جبرائيل من سابع سماء وانت يا عباس، وانت يا عباس سبع القنطره. شو تعبر لك هذه المسيره؟ اقول هذه المسيره تهز من يعني تهز الاعداء. يعني هذه المسيره مسيره الحسين ابا عبد الله وشعار الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. خايف انت؟ لا والله ما خايف، انا لا خايف لو اكبر عدو يجي لا اخاف منه ولا هاي. من محافظات؟ ما انا من محافظة البصرة. من نعم؟ لا من البصرة، من الهارتة. من الهارتة؟ من الهارتة. الله. الخدمات؟ الخدمات كل زينة، ولا يقدر اي واحد اي تاجر اي دولة. من اي دولة ما تقدر تقوم بهذا الشيء وجاي توزع، حتى الطفل حتى الكبير حتى المرأة الكبيرة جاي يوزعون لبا عبد الله الحسين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وارضك طوعه وتمتع بها طوره. يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. نبقى وياكم، وهذه التغطية من محافظة السماوة ومن مدينة الرميثة، ونحن الآن باستقبال الآلاف من الزوار القادمين من المحافظات الجنوبية بهذا الاتجاه باتجاه منطقة الحمزة، وبضيافة أبناء الرميثة وبضيافة هذه العشائر الأصيلة الكريمة وهذه المواكب التي تنتشر على طول الطريق بحماية الأجهزة الأمنية وبحماية المناطق وبحماية العشائر. ولبيك يا حسين، ونبقى حسينيون حتى الظهور. كل الشكر والتحية للزميل كاظم الحاو من الرميثة في محافظة النجف الأشرف، وها هي تنتقل عدسة قناة الأيام الفضائية من الرميثة إلى طريق لبيك يا حسين، الرابط بين محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وبالتحديد أكثر تقريبا في عمود 290. أحبة المشاهدين، هذه التغطية قناة الأيام الفضائية خدمة للإمام الحسين وخدمة لزائرين الإمام الحسين وزائري كربلاء المقدسة، ومستمرين بهذا الموضوع حسينيون حتى الظهور. أحبة المشاهدين، اليوم تركيز التغطية هذه الخاصة حول المواكب، حول الخدمات التي تقدم من تلك المواكب، وأيضا حول موضوع تاريخ التأسيس لهذه المواكب. طبعا أحبة المشاهدين، احنا في منطقة متميزة بموضوع مهم جدا، وهو تنوع جنسيات هذه المواكب بين عراقية وإيرانية وباكستانية وحتى من دول أوروبية. ممكن أيضا راح نسوي جولة على هذه المواكب ونشوف بعض اللقاءات. السلام عليكم حاج. عربي زين لو؟ عربي بلد نيسان. من ايران؟ اره ايران ايران. چهارمحال. من چهارمحال؟ اره چهارمحال. تو مشی؟ اره اره. كم يوم صار لكم هنا؟ بس چهارمحال اومدی؟ نعم. احمد سلام، لو تقدر ترجم لي. سلام باشي. ممنون. الله يحفظكم، الله يخليكم. اريد صوت واحد لبيك يا حسين. يا حسين. ربي يحفظكم، شلونكم؟ بالسلامه ان شاء الله. طبعا كلغه ممكن احمد السلام ما اقدر احفظها الا اتكلم بها وياهم بجمل طويله يطين. احمد لا تفضل. لبيك يا حسين. تفضل. لبيك يا حسين. الله يخليك، الله يخليك. لبيك يا حسين. من ايران؟ عراقي. عراقي؟ عراقي. من وين عراقي؟ بصرة. من البصرة. كم يوم من البصرة؟ أمس جيت بالسيارات، واليوم البارحة صعدت بالسيارة. إيه. وين وصلت؟ إلى النجف؟ للنجف. من النجف جيت إن شاء الله. أنت من وين؟ من محافظة البصرة؟ بصرة 5 ميل، حي المثلث. من 5 ميل. شلون أجواء الزيارة؟ نحمد الله نعمة بركة. اليوم هذه السنة أعداد كبيرة جدا. إن شاء الله بارك الله بكم أجورين. أحسنت، بارك الله بكم. حياتنا لهنا في محافظة البصرة. ربي يخليك، الله يخليك. الله يحفظكم، الله يخليك. طبعا الأجواء كبيرة جدا مثل ما تشاهدون ما شاء الله، من مختلف المحافظات من مختلف المدن اللي جو، من يعني حقيقة زيارة بها مشاعر كبيرة لا توصف. يعني من محافظات إيران الكل، شمال جنوب شرق غرب. خلي أيضا إذا تسمحون تفضلوا، يعني على راحتكم، خاف معطلين إحنا الزائرين. الله يحفظ، تفضل.
الله يخليك ولو اطول مني شلونك؟ انا قادم الله يخليك حياكم الله ما تعبتوا مرحبا بك من وين؟ انا من اهواز خدمتكم من وين؟ اهوازي اهواز من يا محافظة من محافظة اخر اصفار جيتوا منك مشي لو بسيارات جينا من كذابة من كذابة للنجف ومن النجف توكلنا على الله وماشيين صوب الفصيل سلام لك كم يوم دخلت للحدود العراقية؟ تقريبا اربع ايام اليوم خامس رأيك بالخدمة المقدمة من المواطن؟ والله ما توصف انا اول بدايتي تقريبا قبل 10 سنوات اللي دخلت على العراق حاليا يختلف يعني سنه على سنه شيء اللي قاعد اشوفه انا بالنسبه من بعد قضيه الكورونا اللي صارت 3 سنوات صار بيناتنا فاصله مع المشايخ يعني الخدمه هسه ما توصف من يعني من بدايه المشايخ اللي استبدينا جميع العراق صغير وكبير شايب وشباب كلهم واقفين فريد وقفه جزاهم الله بالف خير وهاي كلنا من بركه اهل البيت والحسين سلام الله عليه الله يخليك حبيب قلبي حجي يعني هل اليوم الزائرين اللي دخلوا للعراق وحتى الزائر العراقي تعرضتوا لبعض المشاكل ممكن نقص خدمات لا والله ما اشوف اي نقص عندكم وين نقص المسير كله البيع هسه مشايل اللي قاعدين نمشي به المواكب اللي موجوده وسواء المواكب النوب ناس اللي موجوده اللي قال ياخذك يقول لك مبيت وسبح واكل متوفر اي شيء والنوبه ينقلونك نفس المكان اللي انت خارج من عده حتى النقل مجانا اي نعم مجانا كامل جزاهم الله خير لبيك يا حسين لبيك يا حسين يلا مره ثانيه طبعا احبة المشاهدين مثل ما قلنا انه اليوم نداء لبيك يا حسين يكسر كل الحدود ويكسر كل الانتماءات الاخرى الضيقة فان الحسين اكبر من اي انتماء اخر احبة المشاهدين نتحول الى بعض المواكب خلي نشوف طبعا عذرا ممكن اذا صار خلل او شيء ولكن اكو صعوبة كبيرة جدا بالتنقل نروح مع هذا الموكب يلا المواكب اللي موجودة في هذا الطريق مع الزائر أو الخادم خادم الحسيني أبو رضا كيفك أبو رضا؟ بس الزوار شاي وبيك خلطين وأهلا وسهلا بالزوار من وين أنت؟ من عين يعني أنتم من هذه المنطقة؟ من المنطقة شنو اليوم استمراركم هذه المواكب؟ كم سنة صار لكم؟ صارنا بالعشرين سنة نصب شاي وماء ونخدم الزوار وخبز وشاي وريوق وتمه نصب ومرق فقط مو شاي حتى وجبات طعام وجبات طعام وحسين يعد قاعد بيت بين نسوان ورجال يعني هذا لين وقت بين العصر والمغرب يكون موضوع بس شاي شاينا مستمع والله تسلم شلون شفت الاعداد هذه السنه؟ خير من الله الحمد لله والشكر بعد لها تقريبا 9 ايام يعني اعداد كبيره خير ان شاء الله كل ما هاي تزود خير ودلو على خدمه الزوار واهلا وسهلا شكرا على خدمتكم اهلا وسهلا طبعا احبة المشاهدين شلونك؟ الله تعال من وين انت؟ من وين؟ من بابل من بابل؟ ايه ليش جيت على من النجف؟ من بيت خاله هذول اه تخدم ويا بيت خاله؟ ايه اه ساعدتهم بالخدمه؟ ايه اسمك انت؟ عباس جابك ليش تخدم؟ ظل بالبيت لا هيك هنا يعني على مود تحبوا الحسين ربي يخليك الله يحفظك الله يخليك نلتقي الان مع الاخ السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خليك نتعرف عليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين السلام على ابو الفضل عباس اخ الحسين السلام على الحوراء زينب السلام على خدام الحسين السلام على كل المواكب التي كما تشاهدون هذا الزحف المليون اللي اتجه من كل انحاء العالم نعم وخير من الله اتعرف بيك ابو ابراهيم البصراوي من البصره طلعتوا من البصره مشي نعم احنا بالبدايه نصبنا مواكب من يوم 25 محرم اي لحد 7 8 سفر اي بعدين المواكب مالتنا قسيم يتوجه الى كربلاء نعم المواكب مالته والقسم الاخر الكل يطلع مشايه لابو عبد الله الحسين مواكبكم البدايه هي موجوده بالنجف نعم بالبداية موجودة بالبصرة عفوا بالبصرة نعم بالبصرة ايش بالموكب الخاص بك؟ موكب نعمة رقية عليه السلام ممتاز نعم كم سنة هذا الموكب مستمر؟ هذا الموكب من 2003 لحد الآن الحمد لله والشكر يعني صار ايش نعم صار تقريبا بال 18 سنة 20 سنة مستمر يعني بعد 2003 نعم بعد 2003 شكل الموكب تطوعي من بعض الشباب المؤمنين من جهد ذاتي والحمد لله والشكر ونستقبل من جميع دول العالم جميع دول العالم الإيراني وال أجنبي والخليجي أهلا وسهلا هذا طريق الحسين وهذه هي رسالة لكل العالم
خل كل العرب يشوف العراق جاي يستقبل اكثر من 30 الى 40 مليون. فهذه رساله كل العالم، خلي بعون الحسين ان الحسين سفينه النجاة. شنو الخدمات اللي تقدموها مواكب؟ الخدمات نقدم الصبح، تقدم حليب، تقدم الشوربه، تقدم من الاجبان، بعدين تجي عندك وجبه الغداء، تقبل ايضا بعض المأكولات، وبعدين تجي عندك وجبه العشاء بالبيت داخل البيت، تستقبل الزوار داخل البيت، تسوي لهم وجبه عشاء والمبيت. يعني اليوم انت اخذت شخصيه الزائر والخادم. فعلا فعلا، وهذا مضاعف اليوم الاجر، هذا كله قريب حق الحسين. الله نحسدك احنا اليوم. لا بالعكس، على راسي، الله يوفقكم ان شاء الله. انت اكيد مشكورين. الله يخليك. المبيت مالتكم شلون حاليا هنا؟ يعني راح تستمرون لا كربلاء الان؟ نستمر بس بالليل اكيد ناخذ وقت راحه، او بالمواكب وبعض البيوت الخدام الله يوفقكم ان شاء الله، وبعد ثاني يوم الصباح بعد صلاه الفجر نتوجه ان شاء الله. لا رب يحفظكم وعظم الله لكم. مشكورين عزيز، اشكرك، مع السلامه. أحبة المشاهدين، يعني ما شاء الله، يعني تقريبا أكثر محافظة اللي تكون بها المشي مطول لأيام عديدة، مثل ما نعرف اليوم أقصى جنوب العراق محافظة البصرة. الآن يعني إذا نشاهد طلاع دخول بعض الزائرين من محافظة البصرة، صح قبل يعني موعد اليوم الزيارة الأربعينية تقريبا بتسعة أيام، وصول عدد كبير جدا. أكثر الخدام هنا من المواكب اللي مستمر لسنوات طويلة، خاصة تقريبا 18 الى 20 سنه، يتحدثون عن شيء مهم جدا، وهو موضوع انه الاعداد كبيره جدا قبل يوم الاربعين، او قبل الذروه الحقيقيه اللي تقريبا قبل ثلاثه ايام من يوم الاربعين. يعني شيء جميل جدا. خلينا ندخل الى المواكب الاخرى بالجهه الاخرى، خلينا نشاهد. وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم في مدينة الرميثة، رميثة الحسين عليه السلام، مدينة ياسين الرميثي، مدينة حسين بضمائرنا، صحنا بيك آمنا. هاي المدينة التي استقبلت الآلاف والآلاف من الزوار، وما زلنا وإياكم والناس المكتظة والكثيرة التي احتضنها أهل الرميثة وعشار الرميثة ومضايف الرميثة. الآن عندي زوار وياي من محافظة البصرة، عظم الله لك الأجر. احنا قناة الأيام في برنامج حسينيون حتى الظهور. كيف تنظر إلى هذه المسيرة المليونية التي زحفت من البحر إلى النهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى ولديك العليين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله احنا سائرين باقين على هذا المنهج. نعم إن شاء الله باقين على هذا النهج الحسين من اجدادنا لاولادنا ان شاء الله. لحفاظ، ان شاء الله لحفاظ. من يا محافظه؟ محافظه البصره. قضاء شنو عندكم اليوم انتم موكب لو زائرين فقط؟ لا احنا عندنا موكب شايل الرايه، عندنا موكب شايل الرايه. نعم شايل رايه سوداء يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين. رايه سوداء ايش قد كبرها؟ سوداء كبرها ارتفاعها 15، ارتفاعها 15 متر، 15 متر، والطول 21 متر. طول 21 متر. كم عدد الكادر اللي يشيلها؟ كاد تقريبا 20 واحد. 20 واحد؟ اي يشيلون هاي الرايه. اي والله. منين تنطلقون؟ من اي منطقه انطلقتوا؟ انطلقنا من قضاء الدير. من ناحيه الدير؟ اي وصار قضاء. قضاء قضاء. من قضاء الدير. إيه؟ اهلا وسهلا بكم. حياكم الله. انتم الان وين متجهين؟ متجهين الى الاحرار. لا الكل. منين راح تروحون الراية الآن؟ لا احنا مشاية نمشي من هنا. منين راح تروحونها الآن؟ هسه بيا مكان؟ هسه بعد ما اقدر. من الرميثة؟ من الرميثة اللي راح تنطلقون. ننطلق فيها. زين انت الآن وين راح تباتون هنا؟ بات عند المعزب. المعزب وين؟ هذا موجود. السلام عليكم، عظم الله لك الأجر. السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر. نحولك إن شاء الله، نحولك إن شاء الله. كيف تنظر إلى هاي الناس وهاي الملايين الآلاف اللي جاي تجي وأنت من أهل الرميثة؟ الناس قاعدة تزود إن شاء الله. نعم. كل سنة تزود، سنة عن سنة الناس تزود. نعم. وخير من الله. نعم. وإحنا خدام أبا عبد الله. أيوه. وأنا صاحب موكب. نعم. يا موكب؟ موكب
الامامين العسكريين. العسكريين اي وانا اختم الزواره هنا. كم سنه صار لك انت تستقبل هاي الناس؟ من ابوي الى انا الى جدي الى احنا كلنا. ما شاء الله. قديمين احنا. يعني انتم ناس حسينيون. ايه قديمين. حتى الظهور ان شاء الله. ان شاء الله بعون الله. الان كم واحد انت بالمضيف مالتكم كم واحد تقريبا؟ هسه عندي بال 45 زاير. من اهل البصره؟ من البصرة. لا كل اهل البصره اليوم. كل المحافظات. كل اهل البصره. البصره؟ اي اهل البصره. اهلا وسهلا بك. حياك الله يبارك. وان شاء الله يعظم الله لك الاجر. رحم الله وجهك. خلينا نشوف بعد عندنا. الله يساعدك. وحده الشعائر الله يسلمك. تفضل تكلمني عن وحده الشعائر وشو توفرون اليوم. اول شيء نعزي صاحب الزمان المصاب سيد الشهداء ابا عبد الله في امان الله، وخطتنا سنويه كل سنه نتوزع على تقاطعات المدخل المداخل بالرميته، ويصير عندنا زخم دائما بالمدخل تحت الجسر. يعني انتم قضيه تنظيم الجسر، تنظيم اي المواكب اللي تدخل للمدينه واللي تطلع قبل مستمره. ايش قد مواكب مرت عليكم لحد الان؟ بالالاف. بالالاف. ما عندكم يعني ما سجعتكم حوادث؟ كيف هي تعاون الاجهزه الامنيه وياكم؟ والله الاجهزه الامنيه ويانا خير من الله، بتنسيق يعني مباشر. نعم ان شاء الله، والحمد لله ما عندنا اي حادثه عدا فقدان، وان شاء الله يرجعون. انتم شنو؟ احنا وحده الشعائر. وحده الشعائر الحسينيه للرميته، تنظيم المواكب. شكرا جزيلا. حياكم الله. آخر شيء ختاما مع الشاعر، عظم الله لك الأجر، عندك أبيات؟ دني لي قدام، دني لي قدام أبيات لي محمد وآل محمد. تفضل تفضل احكي هاي الأبيات. زين هاي ما أقولا أقولا ما يوم روض الوفا من الورود أحمد، للي مشى بخير وسعى واجب علي أحمد حب وداد النبينا المصطفى احمد، دايم يظل متصل يا رب ويشهد علي، وخلي يقصبي الدهر ويزيد ضيمه علي، ما عوف حب الوصو ابقى بولايه علي، بستان حيدر زهاها كنظر الزهره، واللي يذب لي زهر ما همنا الزهره، للموت اصيح بحزن مظلومه يل زهره، حب الزكيه عمل ما يصح مثله حسن، وعروق ماي الوفا من نهر ودها حسن، عد يا مره من ولد مثل الامام الحسن، حنظل بودهم عسل بشفافي بيل حسين، وحب آل طاهر تقو من احسن نحسين، هنيا لك من صبح خادم صدق لحسين، واللي يضدهم هلك لو عمره ظل سجاد، الشيعه ما نفرش الجفن النظر سجاد، منك خذيت الصبر يا سيد السجاد، بصبر العليل اعترفك يا زمن باقر، عود الصبح بالملأ بين الملأ باقر، رسالة ارسلها النبي لمحمد باقر، اهل الذكر مهجوم اخذوا عليه صادق، ما عدهم ابدن دلل كل قولهم صادق، جعفري 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 انا وهلي وامامي صادق، خلي يبرد بشفرته دهرو ويحد موسى، عاشق وعقل الشوق جن العشق موسى، لحاجتك يا من ردت صد وجهك موسى، كل من قصد حضرته بالخير رد والرضا، نسحق بعظمه ليضد ونكسره، والرضا بالكاظم انا قسمت يا سامعي، والرضا بدهم الروح درع بيها المخاطر تقي، والبايع للنبي محسوب هذا تقي، يا مذهب وإمامهم قل لي جوادو تقي، مذهب الشيعة أصبحت للغانمة هادي، للشيعة عمري نذر وبلازما هادي، عاشر أنوار الهدى من فاطمة هادي، عسكر بصدر الشعر ما ينهزم عسكري، وجند البني فاطمة وقت العمر عسكري، لمن يهل بالنصر ابنك يهل عسكري، المسمى باسم النبي مهدي الامم احمد صلوات. اللهم صل على. شكرا للزميل كاظم الحاوي من الرميثه. الان نرجع الى طريق لبيك يا حسين، وايضا الكثير من الشباب المتواجدين من مختلف المدن العراقيه وحتى المدن من خارج العراق. طبعا لأن العراق أرض الظهور فنحن حسينيون حتى الظهور. نلتقي مع الأخ مازن فليفل. مازن أنت أحد الأشخاص المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي وعندك متابعين كثر، شو اليوم اللي خلاك تجي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ والله هذا حب الحسين يجرب بده وخلانا نجي اللي جاي وزحف على القدمين إن شاء الله. من وين اتجيت؟ من العمارة. من العمارة؟ وين بالعمارة؟ قضاء قلعة الصالح. قلعة الصالح كم يوم مشيت؟ لا
اليوم تاسع ان شاء الله. اي مو طالعين من وقت؟ والله مو احنا ردنا هنا نتاخر ان شاء الله هنا بكربلة. اي نظل الاربعين هيك ان شاء الله. الاربعين؟ نعم. اللي قدمتوا خدمات للزائرين في محافظة ميسان لو انت فقط؟ لا خدمات نعمة، هم عندنا احنا على طريق العمارة خدمات، عندنا حسينية خدمنا بيه قعدنا تقبل هناك. جايتوا منو؟ انا وجماعتي واصدقائك من نفس المنطقة. اي نعم نعم اصدقائي كذا 14. رايك بالخدمات اللي تقدمت لكم وموضوع المبيت الطعام؟ كلش تقبل، معزبين ضاله تشلب بيك تشلب ما شاء الله. والله خير من الله خدمات. انكم معزبين يهددون شايلين طبر وهاي الا الطب يتكسرك بس ما بس تعبر يقرم رجلك. الله يحفظك ويطول عمرك ماجورين. الله يخليك. الله يحفظك. طبعا احب المشاهدين يعني احد المواكب الان اللي متواجده الاخوه الان ايضا يعني ما شاء الله موضوع الزياره الاربعينيه مثل ما قلت انه الخدمه مو فقط العراقيين يقومون بهذه الخدمه، مع العلم انه هذا واجب اكيد على العراقي، ولكن اليوم ايضا الاخوه من ايران. ايران بله، شهرستاني شهر كرد. من وين من ايران؟ مشهد. ايران از شهر كرد چهارمحال بختياري. منطقة نعم. چهارمحال هذا موكبكم؟ موكب. موكب شنو؟ بروجين. احبتي المشاهدين هاي احد المواكب اللي واضعه صور بعض الشهداء يعني اللي حقيقه يعني تعرف اليوم كل دوله وكل مجتمع وكل امه تفتخر بشهداء، مثل ما نشاهد بعض المواكب الايرانيه اللي تضع صور الحاج الشهيد ابو مهدي المهندس، وايضا بعض المواكب العراقيه تضع صور الشهيد الحاج قاسم سليماني. فاليوم هذا النماذج، النماذج اللي نفتخر بها الجميل ايضا ما مقتصره فقط على بلد معين، لا اصبحت اليوم الامه الاسلاميه تفتخر بمثل هذه النماذج. شو تقدمون خدمات؟ طعام؟ خدمات داريم ميدين بزعفار، بزعفار امام حسين. خدمات طعام منام؟ بله بله. دوغ ميدين، شربت ميدين، چای ميدين. بله ممتاز. ربي يحفظكم، شكرا لكم، وحسينيون حتى الظهر. طبعا ايضا عندنا احد الزائرين اللي متواجدين ايضا خلفه ايضا من ايران. هذا موكب. موكب ريحانة النبي مهدي. مهدي مهدي. ايضا انت تساعد هنا؟ انا تساعد اكل خدمات شربت وشيرينيو. شكرا جزيلا لكم. الله يخليك. طبعا احبتي المشاهدين عذرا ممكن اللغه قد صعبه، ولكن قاعد نفهم من نفهمه ونوصل رساله الى الاخوه. عربي تقدر تحكي؟ ايضا اعتذرون. من كل الاماكن، من كل المواكب، من كل المدن، من كل اللغات، من كل الالوان، من كل اليوم الجنسيات، حقيقه شيء ايجابي جدا. السلام عليكم. شلونك اخوي ان شاء الله؟ ساره وخادم؟ لا خادم حسين. وين موكب؟ هذا موكبنا قبيله قريش. ايه؟ اه ما شاء الله ان شاء الله. هذا ايش قد عمر الموكب هذا؟ هذا انا من وعيت موجود. يا موالي. انا مواليد 91. يعني صار له اكثر من 32 سنه. اي قديم. اي والله اهالينا وعمامي وكل احنا خدام هنا. يعني بموكب عشائري مثل ما نقول، انه باسم عشيره قريش. قبيله قريش هاي قطعنا موجوده كلها. ممتاز. شنو الخدمات اللي تقدموها بهذا الموقف؟ خدمات ثلاث وجبات وعصائر ومي وشربات وكل منام. منام هاي حسينيتنا كبيره من هناك كلها لنا. ما شاء الله هاي لكم يعني. هاي اللي قاعدين بها الشركه الايرانيه هم لنا تابعه. اها ممتاز. كلكم ولد العمام انتم تخدمون؟ احنا ولد العمام كل احنا قبيله قريش من قضاء الكفل. ربي يحفظكم، شكرا جزيلا لكم. اهلا وسهلا. جعلها بميزان حسنة. الله يسلمك، رحم الله والديك. اهلا وسهلا بكم، شرف بكم. طبعا احبتي المشاهدين مستمرين بتغطيتنا هذه الخاصه اللي حقيقه مشاعر كبيره لا توصف، المشاعر الجميله اليوم اللي يحتاجها العالم اجمع. طبعا نروح الى فاصل قصير وراجع. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني،
يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناديون طول العصور حسينيون حتى الطهور. سرى ركب يجد في المسيرة ولاهيون أصحاب البصيرة، مع السجاد سار والأميرة، فقد ضلت بلا حامل عشيرة، سوى أهل الفداء وزوار السماء، سوى أهل الفداء وزوار السماء، فدائيون تفدي النحور حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور. أنوار الهداية عليهم راية العباس آية، مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية، جيوش الانتظار أتوا للانتصار، جيوش الانتظار أتوا للانتصار، لقائيون حشد الظهور حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين، من الأمور المهمة جدا الزيارة الأربعينية موضوع الأمور الطبية والمفارز الطبية، مثل ما نعرف أن جموع الزائرين تحتوي على الكثير والكثير من الزائرين اللي أعمارهم كبيرة من العمر، ربي يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية، وهذا طريق ممكن لا سامح الله ممكن أحد أقدامه تجرح أو شيء. فالخدمات الكبيرة جدا التي تقدم اليوم من المفارز الطبية من مختلف المستشفيات، وخاصة المستشفيات اللي موجودة هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. نتشرف بك. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. هذه الخدمة الكبيرة اللي قاعد تقدموها شيء كبير. الله يحفظك. أهلا وسهلا بك. تعرفونا عن نفسكم. احنا مفارز طبية من دار محافظة النجف، دار صحة النجف، عدة مستشفيات، يعني مستشفى الصدر والحكيم والفرات ومستشفى الحيدرية. كل سنة كل أربعينية نجهز مفارزنا من كادر طبي وتمريضي، خدمة طبية تمريضية علاجية. أوكي. وإرشاد الزائرين بالطريق ونوفر لهم خدمة علاجية. استمراركم من وين يبدي لي وينين؟ من يوم 5/0، يعني من حركة الزائرين، بداية حركة الزائرين الى 20/0. كم سنه صار هذه المفرزه؟ هاي تقريبا من 2006، من 2006 لحد الان. وجودكم مستمر لو تتبادلوا مع زملائكم؟ وجودنا خفارات، نظام الخفارات، يعني احنا منسقين بناتنا كل يومين والثالث، كادر كامل موجود. ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف بيك. حياكم الله. يعني انا مسؤول المفرزة الطبية لمستشفى الفرات الأوسط، زين، اللي تابعة إلى دائرة صحة النجف. زين، مثل ما تفضل زميلي، زين، احنا خدمتنا متواصلة في جميع المناسبات الدينية طبعا، زين، مو فقط الأربعينية، زين، متواجدين على شكل شفتات. يعني مفرزتنا طبية علاجية، زين، موجودة بها مجموعة أسرة، بها ردها نسائية، بها ردها رجالية، عندنا عمليات، يعني عمليات صغرى، زين، بلي إسعاف فوري موجود. إحصائية معينة كمعدل كم شخص هنا يجي يعني علاجية؟ يعني قصدك العدد اليوم؟ يعني حسب الظروف اللي موجودة طبعاً، زين، تصل الأعداد هائلة مثل ما تشوفون أنتوا، يعني يوصل يعني احيانا الايام الاف يوصل، يعني زين، بس بالبدايات لا تختلف، في وقت الذروه لا تختلف الاعداد طبعا. نعم، بدايتها مئات وبعدين تتحول الى بالعشرات من البدايه. نعم.
لانه من 5-0 7-0 تعلفت شيء بسيط. نعم. كل العلاجات موجوده، اكو عندكم نقص بعض الامور؟ يعني تقريبا كل العلاجات موجوده متوفره بالاضافه الى يعني هو العلاج اللي خاص بصيدليتنا يختص بس بالامور الطارئه. اي يعني اكو شغلات تتحدى شغلات نسائيه لا ما نقدر نوفرها كلها، ليش؟ لان هاي تعود للمستشفى يا اما دخول يا اما هو علاج تشرف عليه طبيبه نسائيه. هنا معلومكم انه احنا اطباء يعني جاي يقعدوا اطباء مقيمين لان دوريين وخفارات عليهم. اي نعالج الحاله ببساطه وبعدين نبدي اذا تحتاج احاله نحولها. صارت يجي حالات وياك؟ اي صحيح. يعني ذاك اليوم اول خفارتنا من اجى الولد متكهرب. متكهرب زين، بالاضافه الى اجى شخص يعني صار عنده نسميها الانجاينا زين، الجلطه مثلا زين، او الذبحه الصدريه، نقوم له بالتخطيط للقلب زين، واجراء علاجات بسيطه وبعدين نقوم بالاحاله. نعم 24 ساعه موجود. 24 ساعه متواجدين بلي. ربي يحفظكم وشكرا لكم، وهذا ان شاء الله ميزان حسناتكم. ربي يخليكم، الله يحفظكم، الله يخليكم. جاي تنقلون صورة صحيحة للناس حتى الناس يشوفوا العالم كله يشوف. اي الخدمة العراقية شلون جاي تقدمها لكل الدول. اي لزوار ابا عبد الله الحسين سلام الله عليه. اضافة الى انهم العراقيين يعني من البصرة من الشمال جاي يجون للنجف وينطلقون الى كربلاء. فاحنا بخدمتهم ان شاء الله اليوم مباشر 100 سنة. ربي يخليكم، الله يحفظكم، شكرا جزيلا. الله يخليكم. يعني لما تشوف اليوم حتى العاملين في المجال الصحي، العاملين بال يعني هاي مهنه صعبه جدا اليوم، مثل ما يقول لك انه مفرزه طبيه صغيره يعني تقريبا تتكون من 8 غرف مو اكثر، 4x4 يعني، وتحتضن الاف الزائرين باليوم الواحد في ايام الذروه والمئات في بدايات الزياره، فهذا حقيقه عمل مضاعف وعمل حقيقه كبير جدا. نتمنى اليوم من وزاره الصحه، نتمنى اليوم انه يوفروا لهم كل الدعم وكل الامكانيات، وايضا تفعيل موضوع المكافاه، صح هي خدمه للامام الحسين ولكن ايضا يحتاجون الكثير والكثير حتى الاستمراريه تكون بعمل منظم وعمل انسيابي. وعاشت ايديهم حقيقه، تنظيم جميل جدا والزائرين موجودين، حتى بعض الزائرين اخذوه في مكان استراحه. طبعا رحب اكيد باخونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله تعرف بي. أنا هنا أنا موظف بالصحة كرار الرياض. موظف التهنان. نعم. الله يسعد، تعب واضح عليك. الله يعطيكم الصحة والعافية. والله إحنا دائما هاي الخدمات تبدي من الساعة 5 الصبح وتستمر الثاني يوم، وهاي جاي نقدم الخدمات الزوار الإمام الحسين عليه السلام، وكل شيء موفرين لهم كافة العلاجات وكافة الخدمات زين، وهاي شفتات جاي تبدي يعني أنت جاي شوف بعد بعينك، موفرين كافة الأدوية. وموفرين كافة الخدمات يعني ضغط سكر، وموجودين يعني الكادر بكل يعني الكوادر الطبية موجودة هنا. نعم. تواجهكم بعض المشاكل؟ والله إن شاء الله إحنا ما مواجهتنا مشاكل، لأن تقريبا موفرين كل شيء للزوار. نعم. في حال لا سامح الله أحد الزائرين كان ممكن مريض تخربط ودخل إلى المفرزة الطبية واحتاج إلى مستشفى أكبر من المفرزة، كيف النقل راح يكون بهذا الزخم؟ طبعا هو النقل موجود عن طريق الإسعاف الفوري، نقدر ننقله مثلا غير مستشفى المستشفى الحيدرية أو المستشفى أقرب من هذا زين، وأكو يعني بعض الحالات نقدر نعالجها هنا بهذا المكان. شكرا والتحية إليك. الله السلام عليك. عليكم السلام. وسهلا. عرفينا عن نفسك. إسراء ميم فني مستشفى الفرات الأوسط. كيف الأجواء؟ هو ما تعبانين ترى محتاجيكم بالزيارة. لا تعبنا كله راحة، ما طول نخدم أبو السجاد وزوارة، بالعكس إحنا كيف إنه إحنا نتعب بهاي الأجواء. سكنة النجف؟ نجف. كيف تروحون وتجون بهذا السفر؟ إسعاف تجيبنا على شكل شفتات. أي استمرار شفتكم الكامل من الصبح الثاني يوم الصبح. اي الحمد لله والشكر. كل التحيه والشكر مش مشكورين. الله يديمكم ووفقكم على هاي. الله يخليك. طبعا احبه المشاهدين، لما تشاهد اليوم بالتعب هذا وبالعمل الكبير جدا اللي يقدموه، هاي الابتسامه وهذا الحب اليوم لقضيه الامام الحسين، فحقيقه شيء ايجابي وشيء جميل جدا. بعد ما كانت خلفي
المفرزة الطبية دائرة صحة النجف الأشرف مستشفى الفرات الأوسط، أيضا نقدم لهم التحية. ما أريد أنسى شيء مهم جدا، شيء جدا جدا مهم، هو كل التحية وكل الشكر إلى اليوم طبابة الحشد الشعب المقدس. صح بعيدين ممكن من عندنا الآن، ولكن الخدمات احنا الآن دائما بعد البرنامج بعد التغطية أسوي جولة أتمشى احنا والكادر. حقيقة طبابة الحشد الشعبي قاعد توفر أمور أكبر من طاقتها، اليوم مثل ما نعرف هو قسم بهيئة حكومية، ولكن الخدمات اللي قاعد تقدمها مقارب أو مشابه اليوم للمفارز الطبية التابعة لوزارة الصحة، فهذا حقيقة شيء جميل وإيجابي. تحية لكل أبطال السواتر اللي قاتلوا والآن يقدمون الخدمات لهذا الشيء. أحد الأخبار أيضا أنه محافظة كربلاء أعلنت عن عطلة رسمية إلى نهاية يوم 40، عطلة لكافة الدوائر الحكومية إلا الدوائر الخدمية اللي محتاجيها في وزارة في الزيارة 40 مثل المفارز الطبية. طبعاً أحبة المشاهدين أترككم مع هذه الأجواء الرائعة والأجواء الجميلة. ورائع مثل سماحة السيد حميد الحسين، أهلا بك سيد. الله يسلمك، الله يخليك، عظم الله لكم الأجر والثواب. رأيك اليوم بالزيارة 40 بهذه السنة، شنو المختلف عن السنوات الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أحييكم وأحيي جميع الأخوة الذين يشاهدوننا من البيوت ومن المحلات ومن الداخل والخارج. نحن اليوم عندنا للأربعين 8 أو 9 أيام، ولكن هذا الزخم اللي احنا الان نشوفه غير مسبوق. عادة هذا الزخم اللي احنا نشوفه هو عادة يوم 16 يوم 17، ولكن الان نشوف الزخم الموجود الان في هذه الايام غير مسبوق. والسبب هو احدى الامور، الحكومة العراقية اتفقت مع الحكومة الايرانية بفتح الحدود، وهذا كان نقطة إيجابية كبيرة. القضية الثانية أنه الأربعينية صارت في تعطيلات وعطلة صيفية، وهذه كانت مسألة وعائق كبير بالنسبة للإخوة العراقيين وبالنسبة للإخوة الإيرانيين، ما كان يستطيعون أن يأتوا. الآن صارت عائلية، العائلة كلها تذهب. سابقا كان فقط رب البيت أو كان مثلا أم البيت يجون، الآن العائلة كلها إجت، وهذه واحدة من الأسباب. السبب الآخر وهي قضية انقطاع الزائرين إلى كربلاء في قضية مرض كورونا والوباء اللي إجانا، الناس زحمت عدم الوجود إلى كربلاء، وهذه كان سبب أساسي لزخم الإخوة إلى الآن. وكذلك الشعب العراقي بيّن للآخرين أنه إحنا على كل الحالات إحنا ناس نستضيف الزوار متى ما جاءوا، وكانت الاستضافة هذه السنة مميزة بالنسبة للآخرين، مع أنه الضيوف الذين دخلوا علينا من أول صفر، والكل يعرف أنه الأربعينية عندنا تذهب أو تبدأ بعد 7 صفر، ولكن الآن نشوف الأربعينية من أول صفر والناس جاية في هذا الطريق. ونحن نقول لكل العالم هذه من معاجز الشعب العراقي، يستطيع الشعب العراقي أن يستقبل الضيوف في كل الحالات. نعم، رأيك بالتغطية الإعلامية لزيارة 40 هذه السنة؟ طبيعي، يعني إحنا عادة الكادر الموجود في قنواتنا كل كادر ملتزم، وهو كادر حسيني، يعني مو كادر جاي للوظيفة أو ما إلى ذلك. هذه القضية مناسبة عظيمة يشترك فيها جميع الإخوة، يشترك القلب قبل اليد، ولذلك الكل واقف ليل ونهار. والآن نشوف القناة الأيام جاية الآن مستقرة في عمود 285، وجزاهم الله خير الجزاء. خدمة القضية الحسيني، ربي يحفظك سيد، شكرا جزيلا. طبعا أحبة المشاهدين، يعني الحمد لله والشكر، يعني يكون تقييم رائع لقناة الأيام الفضائية برئيس الاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية سماحة السيد حميد الحسين، الحمد لله. ويكون هذا خدمة للإمام
الحسين. أترككم مع هذه اللقطات الرائعة. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناديون طول العصور حسينيون حتى الظهور. يجد في المسيرة ولاهيون أصحاب البصيرة، مع السجاد سار والأميرة، فقد ظلت بلا حامل عشيرة، سوى أهل الفداء وزوار السماء، سوى أهل الفداء وزوار السماء، فدائيون تفدي النحور حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور. هذه التغطية الخاصة وحسينيون حتى الظهور، وبنداء لبيك يا حسين مستمر هذه التغطية من قناة الأيام الفضائية. مثل ما ركزنا في حلقتنا لهذا اليوم وبتغطيتنا الخاصة حول المواكب، أيضا العوائل العراقية والعوائل الإيرانية والباكستانية بقوة حاضرين هذا اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف فيكم. أنا رائد الجبوري من النجف الأشرف. النجف الأشرف ما شاء الله، خدمتكم هالسنة قوية. إن شاء الله احنا في خدمة زوار الإمام الحسين من كل بلدان العالم، نتشرف بهذه الخدمة وبهذه الذكرى الأليمة، ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. اليوم ما شاء الله يعني توقعات أن الزائرين أعدادهم كبيرة جدا، ممكن تكون أكبر زيارة أربعينية، كيف تحضرتوا أنتوا أهل النجف لتقديم الخدمات؟ نعم، هي ان شاء الله نتوقع يعني هذه السنه افضل السنين اللي فاتت، والحمد لله والشكر، ونحن نتشرف في خدمتهم ومحضرين وتهيئين كل المواكب الحسينيه متهيئه لهذه الخدمه ولهذه تقديم الخدمات من طعام ومبيت وشراب وكل ما يقدرون عليه، كل ما في وسعهم. هسه لقاءات ويا الابطال. السلام عليكم، شلونك؟ شو اسمك؟ سلام يوسف. يوسف، يوسف انت من النجف؟ ايه. اليوم جاي على طريق الامام الحسين؟ ايه. ها شنو هاي الرايه؟ هو ما تعبان منها؟ لا. يلا يلا رفرف فيها، رفرف. ايه عاشتي. لبيك يا حسين. ولبيك يا حسين. لبيك. حل حل لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. الله يخليك، انت شو اسمك؟ علي. علي انت اخوه؟ ايه. الله يحفظك، هو ما تعبان من الطريق؟ لا ما تعبان. ابد. ابد. شنو الدشداش هاي الحلو؟ هذا. الله يحفظك، الله يخليك. خو ما شعرت بتعب؟ لا ما شعرت. خدمات شلون؟ الشرف بالخدمه. انت هم تخدم المواكب؟ ايه. ها عاشتي، رب يحفظهم. يا الله الله يخليك، ويسيرون على هذا الدرب. الله يخليك. ايضا عندنا اخوه من الجمهوريه الاسلاميه في ايران من الاهواز، شلونك؟ حبيبي الله يحفظك. من وين من الاهواز؟ اهواز كوت عبد الله بخدمته. شو اسم هالمنطقه؟ كوت عبد الله. يعني انتوا هم عندكم كوت مثلنا؟ اي نعم. ما شاء الله. خدمته. اجيت مشي من هناك لو في الطريق؟ من النجف لحد هنا ينر مشي هنا. اي نعم. شلون كان الطريق سالك؟ واجهت الحمد لله والشكر، راضين من الضيافه، من الاحترام، من كل شيء الحمد لله والشكر. هاي 5 سنوات قاعد اروح ويا راضي من عند. الخدمات شلون؟ الحمد لله دوله من الله. من بخت الحسين ان شاء الله. الله يخليك. من البيت؟ دوله رحمه. اليوم راح تستمرون الى كربلاء ان شاء الله الليله لحد ما تشوف الصبح ماشي. اي ربي يحفظكم. رحم الله وجهك. حج وياك؟ اي نعم، هذا والدي. انت والدي؟ اي نعم. احنا اسف بدينا ويا ابنك قبل. اي رحم الله وجهك. احنا من الحمد لله.
شلون الطريق؟ الطريق نعمه والحمد لله. انا هاي التاسعة. في احد مبين عليك تعبان شويه جسديا صحيا؟ لا لا تعبان. ليش ما ارتحت؟ عندك جاي؟ انا ما ارتاح. انا كل على مود الامام الحسين. الامام الحسين سلام الله على الحسين. ايه جيت انتوا الاثنين لو عائلتكم كان؟ لا احنا اثنين وبعدهم راحوا العيال بس ظلت بالبيت، احنا كنا طلعنا. اي نعم. يقول لك بعض المناطق بالاهواز فرغت من الناس. اي فرغت كلها يا ما شاء الله. الله يحفظكم. الحمد لله كلها من يحفظكم وعلى راسك. الله يخليك. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. شكرا شكرا جزيلا. على محمد. اللهم صل على محمد. الله يحفظك الله يخليك. طبعا ما شاء الله هذا اليوم الروح لا تعبه. شلونك حاج؟ الله يحفظك. صعبه اللغه اليوم ما صعب، ولكن نفتهم بموضوع لبيك يا حسين ومستمرين بهذا النداء. ممكن هي اليوم لغه الامام الحسين هي اللغه الجامعه لكل هذه الموجوده من مختلف القوميات. يعني قبل قليل فات من يمنى ايضا العلم القومي الخاص بالتركمان الموجودين بالعراق، قبل قليل علم الخاص بالقومية الكردية فات منانا، العلم الأذري. يعني ما شاء الله ممكن بعض الناس يتخيلون أنه موضوع الزيارة مرتبط ممكن بالعراق وإيران ودول الخليج. لا، هذه المرة أكبر، هذه المرة أكبر. أحد الشخصيات اللي قدم يعني لبناني ذو أصول لبناني جاي من البرازيل، من أبعد قارة، من قارة أمريكا الجنوبية. اليوم يعني ما شاء الله من كندا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، من فرنسا، من إسبانيا، من روسيا، حتى بعض المسلمين من الشيشان أيضا وصلوا إلى هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين؟ من البصرة. من البصرة. كم يوم قاعد تمشي؟ تعال يمني، تعال يمني، خلي وجهك هناك حتى نشوف. يابا هاي الصورة حلوة تستحق واحد. ايه. الله يخليك. كم يوم مشيت؟ 11 يوم. زين هاي الصورة ما متعبتك ليش هاي؟ لا لأن شخص يستاهل. اها راويها للكاميرا خلي يشوفوها. يعني هاي الطريق كلها شايل هويات. يعني. ما تعبت. يستحقون هذا الشيء؟ يستحق، وخسارة كبيرة للعراق. ان شاء الله بوجودكم انتم راح تكونون تمثلوهم ان شاء الله. وحسينيون حتى ان شاء الله. الله يخليك، شكرا جزيلا. يا عمري. الله يحفظك، الله يخليك. حاولوا حاولوا برامج، بيجات، تسقيط، إساءة لثوابتنا ولرموزنا وهاي موجودين. وارجع واقول العراق أرض الظهور وحسينيون حتى الظهور وعلى خطى قادة النصر إن شاء الله باقون. أحبة المشاهدين يعني ما شاء الله الخدمات هنا من أكبر المواكب اللي تقدم الشاي، تقدم ذكرني ذكرني محمد آوات الكجري وغيرها من هذه الأمور. محمد اوات شويه يعني من القوميه الكرديه يعرف هذه الامور كلها، احنا اكثر شيء نعرف بعض الشاي والقهوه. ما شاء الله هنا متنوع يعني مجانا، كل شيء مجانا، اكل، مبيت، شاي، مي، حتى في بعض الاحيان اكو بعض الملابس. اجلكم الله اليوم المداسات ايضا وزعت مجانا. بعض المواكب قدمت بعض الاموال للزائرين اللي محتاجين على 5000 10000 والله العظيم بعيوننا، ولكن الوقت إذا كان متأخر بالليل للأسف خارج التغطية. ممكن بعد الأربعين صورنا في تليفوناتنا نظهرها لكل المشاهدين ولكل متابعين. أحبة المشاهدين ملحوظة مهمة لمتابعة اليوم تغطية قناة الأيام الفضائية على السوشيال ميديا هي على منصات الـ AYM إن كانت باليوتيوب أو التليجرام أو الإنستغرام. مهمة جدا إذا تحبون ممكن أحد فات البث المباشر. السلام عليكم حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك. هذا السمار الجميل يقول من البصره. لا انا من مدينه المحمره بس عندي قصيده. أنا قريبه من البصره. اي اذا قصيده تحبونها على راسنا. الله يحفظكم رحم الله والديك. خلي إيه. يقول كذبونا من قلنا الولايه اصل للدين. كذبونا من قلنا الولايه اصل للدين، قلنا نحب حيدر علي رغما على الطاغين. مو بس حب، نبكي ونهمل دمع العين. ونقبل ضريح حيدر الكرار وتشفيل زينب وضريح حسين. الطاعة طاعة وحبهم فرض من رب العالمين. شبيك إذا قلت لك علي انجنيت مو علي هو الدين؟ شقلت لك حتى تخبلت وتزعم أنت خدم الحرمين؟ هاي خدمة بيت الكريم لو عملة عملة مجانين. اللي يحب بيت العرش لازم يحب بيت النبوة الطاهرين. لو يتبرى من أصل الرسالة وينسى محمد سيد المرسلين. وين القيم يا ناس؟ إيش وسطاه الأمين؟
موصي بحيدر الكرار لو وصي بالفاسقين. رادونا نحب عثمان ويزيد وعايش امو المؤمنين، يعني بلا عقل نكون ونمشي ويا الكافرين. لا والله نظل نجدد العهد ونندب ماجور يا ابن العسكري بمصاب جدك حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. واتمنى التوفيق للجميع. طبعا احبة المشاهدين، يعني اجواء اعظم اليوم من انه توصفها كاميرا ويوصفها مراسل او ماي. ممكن اذا نترك الكاميرا هي اليوم ترسل والعالم يشاهدون كل هذا الحب وكل هذا الالتفاف اليوم حول القضية الإمام الحسين. هذه القضية اللي ما أسميها شيعية ولا إسلامية، لا، بل قضية إنسانية وقضية وجود للعالم أجمع. طبعاً أحبة المشاهدين السلام عليكم، شلونك أخونا؟ اللغة صعبة، خلي اللغة صعبة. أتمنى أحمد السلام اليوم هو مراسل ويانا على مود اللغة شوية. وراية الحشد مستمرة، إذا بس نشوف الراية، الراية تعال، هذا شرف، هذا راية الحشد. هذه الرايه نفتخر والله. الله يحفظ الحج الشعبي ان شاء الله. من وين؟ من موصل. من الموصل؟ من وين؟ من الموصل. سهل نينوى شبك. من اقصى الشمال من سهل نينوى. كم يوم تمشي؟ صار لنا 3 ايام. جيت يعني للنجا؟ من الكوت جيت. من الكوت؟ نعم. يعني رحت فريتها، رحت للكوت بالاسفل. نعم. صعبه تجي من الموصل بعيد؟ اكو ناس طلعوا ومشوا من الموصل؟ اكيد اكو شبك كلهم طلعوا. جيد. شنو اللي خلاك تترك كل الرايات وتحمل رايات الحشد الشعب المقدس؟ يعني هذا اول شيء هذا فخر لنا كلنا العراقيين، وهم حررونا من دواعش وحرروا اراضينا، نحن نفتخرون بالعزم من الشيء هذا. شلون ما هن نفسه هنينا؟ والله كلهم زينين. طلعوا زيد الزياره اعداد كبيره جدا. ايه جدا. الله شكرا جزيلا. خليها عاليه عاليه. الله يحفظك. الله يخليك. احبه المشاهدين طبعا اترككم مع هذه اللقطات الجميلة المفعمة اليوم بقضية الإمام الحسين وحب الحشد الشعب المقدس. التغطية اللي قبل قليل ذكرت انه اكو موكب هنا يقدم شاي وقهوة وكجري وهاي الامور الاخرى الكثيرة دارسين وغيرها من اعظم اليوم المواكب والعظم الله سبحانه وحده. في طريق لبيك يا حسين هو من هذه الموكب الجميل جدا اللي حقيقة بقى الزوار من مختلف القوميات اللي تجي حسب. اكو شاي عراقي، اكو شاي ايراني، اكو شاي خفيف. حج تفضل، تفضل على راحتك. الله يخليك. شلونك حجيني؟ شلونك بعد؟ الله يخليك. صحتك شلون؟ الله يسلمك. الله يخليك. تعال يا متعال. شلونك؟ شاي طيب؟ طيب. الله يخليك. من وين؟ من النجف. من النجف. شلون الخدمة اليوم؟ الله يخليك. من طول ان شاء الله ابو عبد الله واثر موجود ان شاء الله احنا خير. اها ان شاء الله. جيت من النجف مشي؟ لا انا بالمنطقه، انا من هذه المنطقه. نتشرف بيكم، عاشت ايديكم على الخدمات. الله يعافيك. ربي يخليكم. الله يحفظكم. الله يخليكم. طبعا ايضا لقاء مع الاخ الله يحفظك نتعرف. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب الموت فالحسين مخلدا كلما مر الزمان ذكره يتجدد. نحن شيعة سهل نينوى، اتينا من محافظة نينوى، وكذلك رأينا الخدمة الحسينية المباركة وأعداد الزائرين في تزايد، وما ما بدأوا به لن ينتهي إلى قيام القائم. ونقول لبيك يعني حسينيون حتى الظهور. حسينيون ما بقينا، حسينيون ما بقينا، انطلاقا نحن من محافظة نينوى إلى محافظة نجف الأشرف. ويعني صار لنا يوم نمشي وإلى كعبة الأحرار، سيد الشهداء والأحرار، يعني إلى قيام القائم لا تنتهي هذه الخدمة ولا تثنينا الإرهاب ولا داعش. حقيقة إحنا في 2014 تهجرنا من قبل التنظيمات الإرهابية اللي تعرضوا لنا وفجروا المقامات والحسينيات والجوامع، ورغم كل هذا لن تثنينا أبدا. وبفضل الله وبفضل المرجعية الدينية وبفضل الفتوى الجهاد الكفائي تحرك المناطق، ورحم الله شهداء العراق، رحم الله شهداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين لبوا فتوى السيد السيستاني دام الله ظله الشريف. حقيقة الكلمات يعني لن تستطيع أن يعني أن الكلمات غير قابلة للتعبير عن هذا الشيء الذي حصل. وبفتوى السيد السيستاني عدنا لديارنا،
وبدأنا بممارسة طقوسنا من جديد، والحمد لله بنيت المقامات الحسينية، بنيت الجوامع، بنيت الحسينيات، وكذلك الزيارة مستمرة مثل ما قلنا، زيارة مستمرة لقيام القائم، وشكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا جزيلا على كل هذه الكلمات. ما شاء الله اليوم أهل نينوى مشاركين بقوة في هذه الزيارة الأربعينية. طبعا الآن خلينا ندخل، أنا آسف آسف راح أقاطعكم وأقاطع عملكم. طبعا يعني شيء جميل جدا. السلام عليكم. الله عرفنا عن موقفكم. موقف النجف الأشرف بركات الزهراء عليه السلام. موقف النجف الأشرف بركات الزهراء عليه السلام. نهاية النجف الأشرف. اليوم المشايع عليك، شنو السر؟ والفضل لله البيت، يعني عندنا 7 أنواع، 8 دارسين ونمبصرة وزعفران وقهوة حلوة وقهوة مرة وشاي، شاي عراقي طبعا. اي بعد طجرات عندنا هذا الالو بالوس وحولهم حامض حلو وبلنجو بارد وحار، يعني فتى انواع فيعرفونا كلهم هم المشاي، يعني كل سنه متحدين علينا. الحمد لله شكرا مكاننا، وهاي الحسينيه مالتنا من وراك. اي وهاي الكروان تسلم حبيبي، الله يسعدك يا ابو. طلع 7 أنواع، انا عبالي 3 أنواع. هيك خلينا ننتقل نرجع الى الشاره، ممكن سوينا زخم كبير جدا ونعتذر احنا اليوم من زوار ابو عبد الله الحسين، ممكن اخرناهم. طبعا احبة المشاهدين، هذه تغطيتنا لهذا اليوم، مرينا على المواكب، مواكب ايرانيه ومواكب عراقيه، مواكب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممثل تعرف بي. مهم الرياض. من وين؟ من البصره. من البصره. وين من البصره؟ من الخصيب. الخصيب دابة بعيده هواي. لا جابك ما تعبان؟ لا والله الحمد لله والشكر. دابة الحسين ما يروح؟ لا والله ما تشرب. اسفين احنا جد ما اليوم ما تشعر بتعب؟ لا والله الحمد لله والشكر. لا بتعب ولا شيء. جاي بوحدك لو وياك؟ لا بوحدي الحمد لله والشكر. ايش عجب بوحدك؟ ايش تسوي؟ جماعتك اصدقائك عائلتك؟ لا بوحدي احسن لي. بوحدك؟ اي ترتاح. ترتاح بوحدك؟ اي ممكن تحس نفسك انه مرتاح. مرتاح احسن، احسن ما تطلع وياك ناس. والله رحم الله والديك حبيبي. خدمه لو فقط الزور تخدم؟ ازور الحمد لله. الله يخليك. حتوصل وترجع لو تستمر لحد الـ40؟ بعد اوصل وارجع البيت. صار لي 10 أيام. رحم الله والديك حبيبي. طبعا احبة المشاهدين، بدينا الزيارة من المواكب وشفنا اللجان الطبية وايضا شفنا خدمات، شفنا الزائرين مستمرين الى يوم الـ40. طبعا احبة المشاهدين، كل التحية وكل الشكر الى كادر العمل من المخرج احمد سلامة، مدير التصوير حيدر مهدي، ومن المصورين احمد بيرم، اوس لورنس، جعفر خليل، كرار سلام، وايضا حسن، وايضا محمد اوات. الى هنا من ناسي احد من الاخوه؟ الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، التغطيه الخاصه لزياره الـ40. نلتقيكم غدا بنفس المتوقيت، وظلوا على المشاهد الجميله لزياره الـ40.